لم تدخر مصر جهدا في دعم السودان الشقيق في السلم او في الحرب في اطار مساندتها لتطلعات الشعب السوداني في حياه مستقره امنه. حرصت القياده المصريه على التواصل مع المسؤولين السودانيين والشركاء الدوليين منذ اندلاع الازمه الراهنه سعيا وراء وقف لاطلاق النار. بحكم ثقلها الاقليمي والدولي سخرت مصر جهودها الحثيثه لدعم دوله السودان واحتواء الازمه التي اندلعت في منتصف ابريل عام 2023 من اجل استقرار ووحده السودان وحقن دماء الشعب السوداني وتقديم كل المساعدات الممكنه له. هذه الجهود تكللت بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي وتاكيده على نزع فتيل الازمه واطلاع مصر بمسؤوليتها باعتبارها دوله جوار رئيسيه لجمهوريه السودان من خلال في التواصل مع الاطراف الفاعله كافه والشركاء الدوليين للعمل على انهاء الوضع الجاري فبعد ساعات من اندلاع الازمه في السودان حرص الرئيس السيسي على اجراء واستقبال اتصالات مباشره مع السلطات والمسؤولين السودانيين للتباحث حول مستجدات الاوضاع الاخيره في السودان وعلى الفور رحبت مصر بتوقيع الاطراف السودانيه المشاركه في محادثات جده على اتفاق للهدنه لمده اسبوع وذلك في ال21 من مايو عام 2023 كما استقبلت مصر تباعا عددا من المسؤولين السودانيين ومن مختلف الدول الصديقه والشقيقه وكذلك دول الجوار للتباحث بشان الاوضاع في السودان، وفي جميع اللقاءات وعلى اختلاف مستوياتها اكدت مصر اهميه تكثيف الجهود للتوصل الى حلول سياسيه للازمه القائمه بما يحافظ على وحده الدوله ويصون مقدرات شعبها ويمنع الانزلاق نحو الفوضى والدمار. ومن اجتماع مجلس السلم والامن الافريقي حول السودان مرورا بقمه دول جوار السودان بالقاهره وصولا لاجتماع الجامعه العربيه الطارئ وغيرها من المحافل والفاعليات كان موقف مصر من الازمه في السودان واضحا وثابتا مرتكزا على ضروره التوصل لوقف شامل ومستدام لاطلاق النار وبما لا يقتصر فقط على الاغراض الانسانيه وجاءت تحركات الدبلوماسية المصرية بالتوازي لاحتواء الأزمة وتهدئة الأوضاع في السودان وذلك عبر جولات مكوكية إلى عدة دول في ضوء إدراك الدولة المصرية الواسع لأهمية الامتداد الأفريقي لمصر وفي القلب منه السودان وارتباطه بالأمن القومي المصري والعربي وما يصاحب استمرار الاقتتال من تداعيات خطيرة لدول الجوار السودانية هي إذا مصر كعادتها تجاه الأشقاء الداعمة الأولى والمصاحبه في الازمات على مر العصور